السيسي أمره عجيب قوي مع جماعة الإخوان والإعلام الممول من قطر، فهو عندهم عدو الله لأنه عميل الأمريكان، وفي نفس الوقت الأمريكان عايزين يسقطوه من الحكم، والأمريكان هم الأمل الوحيد لإسقاطه، ده بحسب جماعة الإخوان وبحسب الإعلام القطري. حاجة تلخبط مش كده؟ صبركم شوية هنفهم الحكاية مع بعض. من المعروف لينا كلنا إن الأمريكان هم أكبر داعمين لدولة الكيان الصهيوني اللي اسمها إسرائيل. أعتقد إن إحنا متفقين على الموضوع ده، صح؟ حلو أوي كده. بس لما الأمريكان اللي بيدعموا إسرائيل يسعوا لإسقاط حد من الحكم وبشهادة من أعدائه، يبقى الموضوع محتاج شوية تأمل وتحليل، وده اللي هنعمله النهاردة. السلام عليكم. المسألة مش مسألة تمجيد لشخص معين، المسألة مسألة تناقض بتفضحه الحقيقة. علشان كده المسألة مسألة إعلام جماعة الإخوان الممول من قطر اللي بيصور للناس حاجة معينة بشكل معين، وهو هو ذات نفسه هو الإعلام ده وأبواقه بيناقض كلامه بنفسه. ومعانا مثال بسيط جدا على الكلام ده، صابر مشهور اللي قعد سنين وسنين هو ومعتز مطر ووجدي غنيم وغيرهم وغيرهم قعدوا يقولوا لنا ويصوروا للناس وللعرب ان السيسي عباره عن دسيسه صهيونيه امريكيه، دسوها الصهاينه والامريكان لحكم مصر علشان تامين حدود اسرائيل. ومعتز مطر من 3 سنين تقريبا ما بيذكرش اسم السيسي الا ويحط معاه جمله العميل الصهيوني. وبقالي انا وغيري اكتر من 3 سنين بنستنى اثبات من معتز مطر اللي بيقبض من قطر، اللي بايته في حضن الصهاينه من سنه 1995، بنستنى اثبات على الكلام ده اللي هو ان السيسي العميل الصهيوني، ولكن ما بنلاقيش. ما تاخدش منه غير الكلام والتلفيقات والتلقيحات والتأويلات، وفالح بس في مقدماته النارية اللي بيأدي فيها أداء درامي وحزق يضحك بيه على عقول العرب يروج للحكاية دي، وبالتالي أصبح السيسي في إعلامهم عدو الله. والتي هتفت من محيطها لخليجها لا إله إلا الله والسيسي عدو الله لن تصفو له يوما، فاختار مكانه وتشبث به. الله غالب. اهو يا سيدي اتفضل، واضافوها للشهادتين وملحنينها وحاطين لها ايقاع كمان. ما هو كده منظومه اعلام قطر والاخوان فهموا العرب لسنوات كتير، وعلى الاساس ده اعلامهم بيتكلم، وعلى الاساس ده بعض الاخوه العرب هداهم الله زي ما شفتوا سابوا مشاكل بلادهم اللي غرقانين فيها ومسكوا في السيسي اللي بيحكم مصر مش بيحكم بلادهم، ما خلوش ولا مناسبه حتى ولو كانت رياضيه الا واستعملوا الهتاف العبيط ده. على كل حال احنا مش موضوعنا غباء الناس اللي بتهتف، موضوعنا هو صيغه الهتاف نفسه. ولان الحقيقه مهما تم تحريفها وتشويهها من شخص ما او من منظومه ما، فلازم لازم لازم الشخص ده او المنظومه دي يفضحوا نفسهم ويقولوا الحقيقه زي ما هي ولو بشكل غير مقصود. وده اللي حصل مع صابر مشهور على سبيل المثال لما تعثر بلسانه وفضح نفسه وجماعته وفضح منظومة مرتزقة الإعلام القطري وإعلام جماعة الإخوان المدعوم برضه من قطر. واسمعوا صابر مشهور بيقول إيه وركزوا من فضلكم في كلامه. أن المعارضة ضد السيسي الفترة المقبلة ستكون أشرس مما كانت عليه. انتبهوا لهذا، الذي يدير ملف مصر لا قطر ولا تركيا، الذي يدير ملف مصر الامريكان. صابر مشهور بيقول ان الملف المصري في ايد الامريكان، واخدين بالكم في ايد الامريكان، بس احنا محتاجين نعرف اكتر من صابر، الملف المصري ده اللي في ايد الامريكان عباره عن ايه؟ يعني يا صابر الامريكان عايزين يعملوا ايه في مصر؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. انا بقول لكم في ثوره قادمه في مصر وهتحركها المخابرات الامريكيه. هنقف متفرجين؟ لا، سنشترك فيها ونسرقها من الامريكان. قد ننجح وقد نفشل، والله ان فشلنا ما هي خسرانة. اهلا، اعتراف من صابر مشهور ان الامريكان او المخابرات الامريكية عايزين يعملوا ثورة في مصر وصابر عايز يركبها. يعني ثورة يعملها الامريكان ويركبوها الاخوان طبق الاصل السيناريو بتاع 2011. المصيبة ان صابر مشهور اللي للأسف بيتابعوا بعض العرب المغيبين بيتمنى ثورة بإدارة امريكية في مصر. طبعا من شدة حماقته وغبائه لأنه عايز يرضي الممول القطري وخلاص، نفسه في ثورة أمريكية في مصر هو وجماعته يركبوها، ونسي أو تناسى إن الأمريكان لو نجحوا في إدارة ثورة في مصر إن مصر مش هتبقى مصر. وشوفوا العراق كمثال،
للي ممكن يحصل في مصر. وهنا لازم نتأمل عثرة اللسان اللي وقع فيها سابق مشهور ونفكر شوية ونقول الثورة اللي هيعملها الأمريكان في مصر هتكون ضد مين؟ ما هو أكيد مش هتكون ضد عم محمود اللي بيبيع جوافي على آخر الناصية يعني، دي أكيد هتكون ضد اللي بيحكم مصر اللي هو مين؟ عبد الفتاح السيسي. حلو قوي. يعني من الآخر كده سابق مشهور بيعترف إن الأمريكان اللي بيدعموا الصهاينة عايزين يشيلوا السيسي من الحكم في مصر، ولأن واحد زائد واحد يساوي اتنين فالمنطق بيقول، وكنتيجة طبيعية للكلام ده واعتراف صابر مشهور بنفس ذات نفسه، إن الأمريكان بيسعوا لإزاحة السيسي من الحكم، يبقى السيسي ليس الحاكم المفضل لدى الصهاينة وليس دسيسة صهيونية زي ما بقالهم سنين بيصوروا لكم يا عرب. مش أنا اللي بقول ده، مضمون كلام صابر مشهور اللي قاله بنفسه. وهنا هنوصل لخلاصة الكلام يا سادة يا كرام. يبقى كل كلامهم السنين اللي فاتت دي عن السيسي بانه صهيوني ومش عارف ايه عبارة عن كذب وتشويه مدفوع الاجر من قطر اللي بتمول مخطط الشرق الاوسط الجديد، ولان صابر مشهور من ضمن منظومة الاعلام القطرية وممول منها، يبقى السيسي اللي الامريكان عايزين يشيلوه بثورة بحسب كلام صابر مشهور فعلا واقف زي العظمة في الزور لمشروع الشرق الاوسط الجديد. والكلام ده له شواهد غير كلام صابر مشهور، فالامريكان لما نزل ملايين ضد مبارك ادارة اوباما وبكل وضوح طلبت مبارك بالتنحي، ولكن لما نزل ملايين ضد حكم الاخوان وضد محمد مرسي الامريكان بلعوا عرقهم وما قالوش حاجة، ولما اتخلع الاخوان من الحكم بثورة شارك فيها عشرات الملايين من المصريين الامريكان على طول اعتبروها انقلاب، وبالثلث كمان يعني الامريكان وتحديدا الديمقراطيين عايزين الاخوان يبقوا في حكم مصر. ونرجع ونقول من تاني ونلخص المسألة، طالما الامريكان من البداية مش راضيين عن حكم السيسي والامريكان هم اللي بيدعموا اسرائيل، يبقى عزيز العربي التافه المغيب يا ريت تشتغل في هموم بلدك وسيبك من عبارات التكفير وسيبك من السيسي، لان الامريكان عايزين يعملوا عليه ثورة. حتى اسأل صابر مشهوق واسأل جماعة الإخوان ذات نفسها اللي كل شوية بينطوا عند الأمريكان علشان يقلبوهم على مصر ويحرضوهم عليها وعلى عبد الفتاح السيسي. المسألة بالمنطق يا سادة، مش بحزقات معتز مطر ولا بفيديوهات صابر مشهور أو غيرهم. واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.